فقد أثبتت بعض الدراسات الطبية أن ارتداء الملابس الضيقة في فترات المراهقة قد يسبب ما يعرف بالتهابات بطانة الرحم، وهي حالة مؤلمة تسبب نقصان الخصوبة عند النساء والتأثير على الإنجاب. وأوضح البروفيسور جون ديكنسون الخبير في ضغط الدم في معهد وولفسون للطب الوقائي في بريطانيا أن الضغط المتسبب عن ارتداء الملابس الضيقة قد يؤدي إلى تجمع وتراكم الخلايا من بطانة الرحم في منطقة أخرى في الجسم لتسبب الالتهاب. ويقول الدكتور ديكونسون إنه على الرغم من أن التعريف بهذا المرض تم قبل أكثر من 70 عاما، إلا أن العلماء لم يكتشفوا بعد كيف يحدث، مشيرا إلى أن السر يكمن في كيفية عثور النسيج على طريقه من الرحم إلى أجزاء أخرى من الجسم مثل المبايض، حيث يتجمع ويتراكم مسببا آلاما حادة ما قبل الطمث أي العادة الشهرية، وأحيانا يسبب العقم. وأوضح أن تغييرات الضغط المتسببة عن الملابس الضيقة تكسب هذه الخلايا قوة دفع تسمح لها بالخروج من الرحم وتجمعها في مكان آخر، منبها إلى أن مثل هذه الملابس تسبب ضغطا كبيرا حول الرحم وقنوات فالوب القريبة من المبيض. وحتى عند خلع الملابس فإن الضغط يبقى لبعض الوقت في جدران الرحم السميكة بالرغم من انخفاضه حول قناة فالوب، وهذا يتسبب بدوره في توجيه الخلايا إلى خارج لتصل إلى المبايض، مبينا أن أثر هذا الضغط الرجعي الناتج عن تكرار هذه العملية لسنوات عدة بعد البلوغ يؤدي إلى حدوث الالتهابات. وقال إن ارتداء الملابس الضيقة والمشدات كان شائعا في القرن الماضي بين النساء من الطبقات الراقية، مما أدى إلى إصابتهن بآلام بطنية حادة، مما يدل على أن ما ترتديه المرأة من ملابس أثناء فترات الطمث الشهرية يؤدي دورا مهما في زيادة خطر الإصابات. وأشار الخبراء إلى أنه إذا كان تفسير ضغط الملابس صحيحا فإن التهاب بطانة الرحم يجب أن يكون نادرا نسبيا في تلك الدول التي ترتدي نساؤها ملابس واسعة وفضفاضة. ولذلك أجاب ديكنسون بمقالة نشرتها المجلة البريطانية للنساء والتوليد أن الدراسات الطبية التي أجريت على نساء الهند اللاتي يرتدين الساري لم تظهر في 30 سنة الماضية سوى بضع حالات من الإصابة بالتهاب بطانة الرحم التلقائي، وذلك بعد مراجعة أكثر من 12,000 مقالة نشرت في المجلات الطبية الهندية، مؤكدا أن العكس صحيح في الغرب، إذ تعتبر هذه الحالة من أكثر الحالات النسائية شيوعا في الدول الغربية. وقالت أنجيلا برنارد رئيسة جمعية التهاب بطانة الرحم الوطنية الأمريكية إن ارتداء الملابس الضيقة لفترات زمنية طويلة هي السبب في ارتفاع معدلات الإصابة بهذه الحالات، مؤكدة على الفتيات والنساء بضرورة تجنب ارتداء هذه الملابس وخاصة أثناء الدورة الشهرية. نعود مرة أخرى، ونساء كاسيات عاريات يلبسن ذلك أمام الآخرين، لا يجوز حتى أمام النساء مثل هذه الملابس، أين الستر؟ أين العفة؟ أين الحياء؟ أين الحياء؟ كيف خف إلى هذه الدرجة؟ ألم يقل الله يدنين عليهن من جلابيبهن؟ وما هو الإدناء؟ أليس إرخاؤه من أعلى شيء إلى أسفل لكي يستر؟ فإذا كان ضيقاً فإذا كان يشد على الجسم شدا فأنى له الستر؟ وكيف يجوز لها أن ترتدي هذا الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقتها؟ أين حياؤها؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لدحية لما كسى امرأته قبطية قال مرها فلتجعل تحتها غلالة إني أخاف أن تصف حجم عظامها؟ ولما أرسل المنذر بن الزبير من العراق إلى أسماء بنت أبي بكر بكسوة من ثياب رقاق بعدما كف بصرها، ولما لمستها بيدها قالت أف ردوا عليه كسوته، فشق ذلك عليه وقال يا أمه إنه لا يشف، فقالت إنها إن لم تشف فإنها تصف، فتبين التقاطيع والتفاصيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى الحق ردا جميلا،
وأن يجعلنا من أهل الستر والعفاف والحشمة، إنه سميع مجيب. وصلى الله على نبينا محمد.